اهلا وسهلا بجيل 2008. اهلا وسهلا فيكم نظام بيرسون التوجيه الجديد. اليوم معنا في محكم مراجعاتنا وشرحنا لي منهاج كل مهم في المنهاج الجديد، منهاج بيرسون الجديد اللي بواحد خمسة بتكون امورك طيبة وبين ايديك وبطاقتك بين ايديك ومبلش عليه على جو اكاديمي. قاعدتنا الجديدة present simple passive، يعني المضارع البسيط حالة المبني للمجهول، المبني للمجهول بكل بساطة سهلة. والجنرال رول، القاعدة العامة تاعتها هي هالرول، القاعدة العامة تاعتها بتقول لك انه احنا منجيب لك subject، منجيب لك verb ends with s او verb one، وبنجيب لك object، والسلوشن الحل انه منبلش لك بالأوبجكت. فماذا سيكون الحل للتسهيل على انفسكم؟ بنشطب السبجكت وبنشطب الأوبجكت وبننزل از او ار او ام بلس باس بارتيسيبل، يعني هذا من حوله تصريف ثالث. بكل بساطة القصة وما فيها كالتالي، انه هاي القاعدة اسمها وترحل، بنزل فعل بي المساعد اللي هو از وار وام، ودائما دائما في قاعدة the passive voice بمسك الفعل وبحوله لباست بارتيسيبل تصريف ثالث، يعني لازم تكون حافظ التصريف. فلو جيت وقلت لك جون كولز يو every day، جون بتصل فيك كل يوم وبلشت لك بيو، هاي كيف ميزنا انها مبني للمجهول؟ بسبب بداية المدرسة في الامتحان بشو؟ بالأوبجكتيف. بشو؟ بالأوبجكتيف. بلش لي بما يعرف بالأوبجكت، جون اتصل فيك، إذا أنت مفعول به. إذا حتما ودون شك بننزل يا إز يا آر يا آم والتصريف الثالث بناء كل قواعد الإنجليزي جمع ومفرد بناء على الأسفل. والما بيعرف يعرف، الإز للسنجولر للمفرد، والآر للبلورال للجمع، والام للاي. مثلا شي وهي وات از ذي وي يو علي اند رامي ستيف اند جاك بيبل ستودنتس ار. وهنا اليو تعامل جمع، اذا ار والتصريف الثالث من كولز، لانه هاي تعتبر regular verb تصريف منتظم، are called every day. نعم. طب استاذ انزل باي جون، انت حر نزلتها ولا ما نزلتها، عشكتين صح، يعني مش هام كثير. هذه هي الصورة الاولى للباسيف فويس، وما بدي اسمع حدا بيقراها غلط. باسيف خطف، باسيف او على طول. لو جيت قلت لك وي يوجوالي سبيك انجلش، وبلشنا يا صبايا ويا شباب بانجلش، هذا انتو بدكم تحلوه هسه ونحلوه سوا. رامي often write novels، وبلشت لكم اياها بnovels. جون reads a much infos، much information، a much information. صفي مخك، بلش حل، معك دقيقة.
ونختار الطالب يحل معنا. يلا فجروا زي اللايك، فكروا لي اشوف. الاولى وي يوجوالي سبيك انجلش، الثانيه رامي اوفن رايتس نوفلز، الثالثه جون ريدز ماتش انفوز. جو. هاي طريقة الريرايت، كمان شوي طريقة ايش؟ الكوريكت ذا فيرب بتوين ذا براكتس، تصليح الفيرب الفعل بتوين بين البراكتس الاقواس. تعالوا نشوف حلكم، بنفلل لو محلكم. يلا يا محمد عثمان، محمد عثمان يعطيك العافية، كيف حالك؟ الأولى ما حلها برأيك؟ الأولى حلها أحسنت أحسنت. لا لا صح صح. هلأ كيف ميزناها؟ ما إلي خاص باللي فوق، ما إلي خاص باللي فوق، عشان هاي روحت وهاي روحت. كل شغلك هون وكلامك صح إز لأنه مفرد. نعم. طيب شو شو هسه بدها تصير السبيك؟ سبيكينج. بدك تحفظ التصريف، بدك تحفظ التصريف وتحكي لي سبوكن. طيب جماعة في شغلة بنعلمكم إياها لما نبلش بمنهاجكم إن شاء الله بواحد خمسة توجيه النظام الجديد. إشي اسمه الديريفيشن، الاشتقاق. إني بحط the adverb بالظرف between the main between the helping and main verb، بين الفعل الرئيسي والمساعد، بيطلع الفاينل سولوشن، الحل النهائي. English is usually spoken. يلا يا بطل حل الثانية. الصورة مش واضحة شوي استاذ، دقيقة بس. يلا. رامي often write novels. رامي often write no ye. رامي often writes، أنا آسف هون خربطت. رامي often writes novels. وضحت؟ تاخذ إز. أيوه طول بالك، طول بالك. novels novels جنبان بالأس، بس تاخذ الجمع تاخذ R. أحسنت، R والبكره تحرقه بنار. يلا وين الفعل؟ writes يكتب. شو التصريف الثالث منها؟ حافظ التصريف ولا لسه؟ بدك تقعد هيك نهاية العطلة تشد التصريف written. وطبعا often كونها ظرف بتنزل هان. novels are often written by رامي، كتبت by أو ما كتبتها صح. تعال على الأخير يلا. بدي غشش غشيشة انه ماتش انفوز تعتبر مفرد، لانه اخذنا بالتأسيس انها نون كاونتبل غير معدود. احسنت از. شو التصريف الثالث من ريدز؟ التصريف الثالث ريد، نفس الكتابة بس بس بيختلف اللفظ. ايش اسمك؟ ممدوح رضمان. انت محترم، ابن محترم. تعال اقول لك يا ممدوح، ممدوح معاك اسبوع، انت وكل طالب وطالب بسمعني، معاك اسبوع تحفظوا التصاريف، انت وممدوح وكل المتابعين لافاضل. اذا ما بتحفظوا تصاريف بدي اجيب يا اخوان، تعرف شو بدي؟ اخذكم كلياتكم على برج خليفة ومن غزة، مفهوم يا ولد؟ دير بالك. الله يرضى عليك. شد ابوك اصيل وانت اصيل، الله يرضى عليك يا محترم. شدوا الهم اشوف، شدوا الهم منيح. يلا يا شفاء البريزات، اخر ثلاث امثله قبل ان ننطلق لما يلي. شفاء،
كيفك يا بنيتي؟ الحمد لله منيحة، كيفك انت؟ يلا على طول خلينا نمرنهم كمان بثلاث تمارين لنذهب الى الفكرة الاخيرة. لو حكيت لك طب يا جماعة الخير اقسم بالله هذا مثال اجى بالتوجيه الوزاري، اسمع، لو جيت قلت لك صفوان يوجولي ديس تشارجز ماي فون على سبيل المثال، وجيت حكيت لك يا بنيتي ماي فون، والمثال الاخير لو جيت قلت لك اي فيزيت ايطالي افري سمر على سبيل المثال، وهون كتبنا بايطالي اللي عاصمتها روم. يلا شو حل الاولى؟ ماي فون از. ايوه ماي فون از يوجوالي تنزل. ايوه نزلتها. وبدي اقول لكم دائما لما يكون مفرد امسحوا الاس، واي فعل طويل ما غير يعني اي فعل طويل عدا الفعل اندرستاند حط له اي دي، حط له اي دي ديسشارجد. يلا اللي بعدها قولي لي شو الحل. احسنتي. Thank you very much. شكله معك تلفون تاتش. أحسنتي. الفكرة الأخيرة. سكر المايك من عندك يا بطلة يا ممتازة بنت ممتازة. The last idea. الفكرة الأخيرة في المبني للمجهول أحباء الطلاب اللي حفظكم للتصريف مش من سوق الجمعة ولا من ميامي والله من الصومال مش هيك مالنا. احفظوا تصاريف ما حدش يخلط علي. تعالوا الفكرة التي تليها، لو قيل لك my car every day wash مباشرة، إذا كان قبل الفراغ non human، إذا كان قبل الفراغ غير عاقل، أو كان فيه يومن عاقل لكن إجاني بعد الفراغ باي أو with. أنا قاعد بشرح على قدك الآن، في additional infos، في معلومات إضافية بتنعطاها لما تبلش إن شاء الله منهاجك. الآن بشرح على قياس وقد أسئلة منهاجك تاع العاشر الصغير السهل. إذا كان عندك قبل الفراغ غير عاقل، وكان أو كان عندك عاقل لكن في بعد الفراغ باي أو with، فالحل دوما 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 is أو are أو am، وبتحط verb 3 يا بي محسن الالفين وثمانية. طيب هنا شو عندي؟ ماي كار سيارتي افري دي غير عاقل سيارتي. عمرك شفت شوي سيارة عم تبكي؟ لا. ماي كار از واوشت. استاذ بس هيك؟ اه بس هيك. العقبة in the south of Jordan locate my house now sell my children. ما في إنسان طبعا يشاع من قبل البعض إنه المنهاج
الجديد صعب بنختمش. أنت لست يعني أي، لا تسمع لأي، سوري بهالكلمة، لا تسمع لأي غبي. إخوان أقسم بالله العلي العظيم، هاي المنهاج بين يدي والله العظيم، اللي بقراه وبيلتزم بالإنستراكشنز تاعتي تعليماتي والله بيفلل إن شاء الله وبيجيب علامات عالية، بتلتزم بكلامي بتجيب علامات عالية. لا تسمعوا للغيلان والهبلان. نعم هو منهاج كبير، لكن ما في أي نقطة ما رح تفهمها. لك شو بضل عليك؟ شو بضل عليك؟ بضل عليك طالب وطالب أدرس وأرد وأسمع كلمة أبوي يعني أستاذي، أكثر من هيك ما فيه. الدندل ودينيك ولا ناس بتفهمش؟ ليش؟ ليش؟ طيب my children usually by my father take. عقبال متفلل ونأكل كيك. كيف ميزنا إنها مبني للمجهول غير عاقل؟ العقبة، يسعد العقبة. العقبة is والتصريف الثالث located، مشتقة من location، locate والاسم من location. طيب my house البيت غير عاقل ومفرد is والتصريف الثالث sold. my children جمع وكمان في بعد الفراغ by، اذا مبني للمجهول. my children جمع مفردات child are usually taken. كل يوم زي هيك مع بعض ابتداء من 1-5 انا وياك، ويومي نبلش على بطاقتنا التوجيهي يومي هيك. انت بتخيل شو يعني؟ يعني فاهم كل حرف، عم بيتسمع لك معاني، راح تكوني وتكون من اقوى الطلاب اللي فاهمين الماده، عشرات لا بل مئات التمارين. والله انا متحمس مع هال 2008 حماس رهيب. الله يوفقهم يا ربي هم وال 2007 في هذه الرحله الطويله. هذه هي السلاثه. تعالوا نعطيكم أمثلة وفكروا لي فيها، فكروا لي فيها. الأولى أنس باي مي إفري يير فيزيت. أنتوا مش متخيلين أهمية التصاريف، أنتوا عن جد لسه مش متخيلين أهمية التصاريف. كل شيء شغل على التصاريف. زين always by her help Simon by us. نقول لك daily take my house usually clean. Rome in Europe The Champions. راحت يا حرام برشلونة، راحت يا حرام برشلونة، غلوها غلي امبارح، شطبوها شطب. الله يعينكم يا رب كتلان، الله يعينكم. الحمد لله أنا مانشستر يونايتد، يعني منتهي من الله الحمد، استغفر الله العظيم، منتهي يعني لحالي. يلا رومن يوروب لوكيت، فكروا يا أحبائنا، فكروا فكر. وبدي بس انزل لكم اياها مسجله
ترجع كمان تحضرها وتستفيد منها. طبعا هون فيش ولا تصريف شاذ إلا تيك. يلا ابو شقرة، ابو شقرة، والما خبر صفه عن نظام تدريسنا، واللي ما خبر صفه عن الحصص التأسيس والمنهج بده يزعل منه. هاي أمانة عندكم، خلي الناس تستفيد وتتعلم. بدي تنشر قد ما تقدروا، خلي الناس تستفيد. يا ابو شقرة المايك عندك، ماله يا ابو شقرة؟ رواند الخزاعلة، يا خزاعلة يا رواند. أصدقائي الخزاعلة أحسنية محترمين جدا. رواند جهاز بدي أحل حالي أقوم. زواهرة ياسمين، خلص بدي أقوم أحل المايكات عندكم بالمرة، زعلتوني منكم. أه ياسمين كيفك؟ خلص زعلتوني منكم، المايكات عندكم بدها تصليح، بدها شغل. يا جماعة الخير جيبوا مايكات منيحة، خلص بلاش من أبو الليرة، بلاش من أبو الليرة. أنس إز فيزيتد، واللي خلاني أعرف إنها مبني للمجهول باي مي. زين إز أولويز هيلبد. سايمون إز تيكن. ماي هاوس إز يوجوالي كليند. Rome is located in Europe. حرف الجر بيساعدك في بعض الأحيان إذا كانت ترجمتك ضعيفة. وشكرا لكم، نعود لكم يوم السبت.